إذاعة مرسال تستمعون الآن. خير ما نتواصى به وبخاصة في هذه الفتنة الحاصلة تقوى الله عز وجل والاهتمام بالعلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الربانيين والاستمساك بغرزهم. خير ما نتواصى به أن يشتغل المرء بالعلم وبالعبادة النافعة ولا يغتر بما عليه الناس، لأن الفتنة إذا أقبلت تغر، لها بهجة تهيج فيها النفوس وتطيش العقول وتسبب التهور والاندفاع، لأن الناس أو لأن أكثر هؤلاء الذين يفتنون ليس عندهم علم، ليس عندهم حصانة إيمانية ولا علمية، ولا يرجعون إلى أهل العلم الكبار الذين يعرفون الفتن وأسبابها، فلهذا يتشوفون، هؤلاء يتشوفون إلى الفتن ويرفعون رؤوسهم، والفتنة تقطع الرؤوس، من تشوف إليها قطعت رأسه. فحذاري فحذاري إخواني أن تغتروا بهؤلاء، والأشياء تتكرر وتعاد، وأظن أن ما نحن فيه اليوم ربما يكون أخطر مما سبق. مرت علينا فتن وجربنا، منكم من جرب ربما ومنكم من لم يجرب، فلهذا يبتعد الإنسان عن هذه الفتنة ويبتعد عن أهلها ويرجع إلى العلم النافع ويشتغل بالعبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادة والدعاء والعلم النافع هذه الأمور التي تمنع من التلوث بشر الفتنة، وهي التي ترفع الفتنة عن العباد، كما في صحيح البخاري لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يعني نساءه عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتنة ثم قال: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين. استدل بهذا بعض أهل العلم بأن قالوا الصلاة وبخاصة بالليل تمنع من الوقوع في فتنة وتنجي المصلي والداعي من هذه الفتنة. الناس اليوم يتركون الصلاة ويتركون الدعاء ويلجؤون إلى المسيرات والمظاهرات، وربما يلجؤون إلى أمور أخرى بعد ذلك، فالأشياء يجر بعضها إلى بعض. احذروا إخواني، ابتعدوا عن هذه الفتنة، لا تسمعوا إلى هذه النداءات المحمومة، لأن ليس كل واحد منا عنده عواصم من هذه الفتن. ارجع إلى ما كتبه أهل العلم وإلى ما قاله للعلم، الحمد لله أقوالهم ومقالاتهم وكتبهم موجودة، ارجعوا إليها، لا تغتروا بهذه الكثرة. الناس يسمون ما حصل لهم انتصارا وهم لم يفعلوا شيئا، نخشى أن يصير الأمر إلى ما لا تحمد عقباه. صلى الله العفو والعافية. الله تعالى أمرنا حال الضر والبلاء أن نرجع إليه وأن ندعوه وأن نستغفره وأن نتوب إليه وأن نتقيه ليرفع عنا البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى كلمة عظيمة تعتبر أصلا في هذا الباب، لما أراد قوم أن يخرجوا على الحجاج السفاك للدماء الظالم المبير، قال لهم: إن الحجاج عقوبة من الله لم تكن، فلا تستقبلوا عقوبة الله بالسيف، ولكن استقبلوها بتوبة واستكانة، توبوا إلى الله تكفوه. هذا أصل الكثير من الناس لا يحبون أن يسمعوه وأن يعملوا به، توبوا إلى الله تكفوه. فطريق الخلاص من ظلم الحكام وجورهم
تقوى الله عز وجل، توبة إلى الله، الإنابة إليه، الدعاء، التضرع، الصلاة، هذا الذي ينبغي أن نفقهه وأن نعمل به. وتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. انظروا إلى أعمالنا، هل تريدون أن يكون علينا أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الأئمة والخلفاء الراشدين والصالحين، وأعمالنا سيئة في شتى المجالات؟ ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. الجور هو الظلم، يسلط علينا الظلم بسبب أعمالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا السيئة. فإذا تبنا إلى الله ورجعنا إليه فالله تعالى يغير أحوالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العفو والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يصلح حالنا وحال حكامنا وإخواننا أجمعين، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة، إن ربنا لسميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.